في إطار الخطاب الفلسفي لا سيما التنوع الأخلاقي والديني مشكوكا فيه. وهناك وفرة من الكتب والمقالات الأكاديمية التي تهدف إلى حل المشاكل الناجمة عن هذا التنوع. فلماذا يعتقد بأن التنوع يثير مشاكل تتطلب حلا فلسفي؟ أساس المشكلة الفلسفية التي يثيرها التنوع ليس من الصعب كشفها بمجرد أن نبدأ بالتفكير في التنوع من حيث المعتقدات المختلفة في الأنظمة. من أجل إعادة صياغة كلمات برتراند راسل في كتابه لماذا أنا لست مسيحياً، من المنطق أن يختلف الناس في معتقداتهم، وليس من الممكن لأكثر من شخص أن يكون على حق. لذلك إذ كان هنالك شخصان مختلفان بأمر ما، فإنه من المنطقي البحث أن يكون أحدهما على صواب. الآن دعونا نطبق نفس المبدأ على الأنظمة العقائدية. إذ كان هناك نظامان عقائديان ويختلفان حول بعض المسائل، الوضع الأخلاقي لقتل الأطفال على سبيل المثال، يمكن أن يكون أحدهما أكثر صواباً. هذا هو جوهر المشكلة الفلسفية الناتجة عن وجود تنوع في الأنظمة العقائدية، وهي مشكلة تتضاعف في مجموعة من الأنظمة الأخلاقية والدينية الموجودة اليوم، ناهيك عن تلك التي كانت موجودة في الماضي. ومن الواضح أن حل هذه المشكلة المنطقية يتطلب أكثر من اعتماد موقف إيجابي تجاه التنوع. ومع ذلك من الممكن أن يكون في موضع الجدل أن يكون التنوع ذو وظيفة اجتماعية في توليد عدد لا يحصى من الابتكارات الإيجابية. فما هو علم الحساب الأرثماتيك إن لم يكن لدينا المجموعة الأفضل من المعرفة من كل ثقافة؟ وما هي المدينة العالمية الحديثة غير العالم المتضمن داخل حدود مدينة بابل الحديثة بالمعنى السليم؟ هناك خيار يمكن أن يتم ما بين تقديم هذا التنوع الذي لا يمكن تجنبه وإعاقة تقدمنا، أو من ناحية أخرى احتضانه والاستفادة منه بالفعل.